بسم الله، ثلاثة اثنين وعصابة كده. باجي معاكم محمد او جرين بول، واليوم بسم الله راح نلعب ميني وورلد مع الجزء الثاني. لكن يا جماعة انا اخبرتك، انا قلتكم انكم لا تشوفون. لكن يا جماعة شكرا على الدعم الخرافي، شكرا معكم ماو يا زيري، شكرا شكرا مع الدعم اللي كتبتكم على تعليقاتك وكتبكم معكم. لكن حط لايك واشتركوا بالقناة وفعل زر التنبيهات اذا وصلوا في المقطع، اكتبوا تحت في الكومنتات وخلونا نوصل الى 40 لايك وخلونا نبدأ يا جماعة باللعبة. لكن يا جماعة جبت العيد، انني جبت العيد صح، والله جبت العيد قسما بالله. يا جماعة انا عارف ايش تقيل خمن من سما، عرفتوا ايش عدو بقى اسمي جرين بول، يعني سمي صالح. او جرين بول يعني اسم. يا جماعة أنا بعتذر منك، لكن جبت العيد، إني أمسح الوداع، الوداع أنا آسف. لكن يا جماعة غيرت سكين من جديد، أجيب الحلو ده نشوف. يا جماعة هذا جولم كوستر إنه كان حلو، اني بختارها او ما اختارها. يا جماعة انا ما اعتذر، واجب تعليد يا جماعة، ما والله اسف جبت تعليد انا. يا جماعة سمع نجيب بنيئة، موروكو يعني اسم ما لا وشو عجل تعرفون اسمه أعماق البحار في نفس القاع الحمور يسمى سبونج بوب يعني تغير سبونج بوب. والله بجيب سرفايفل أو كريتيف، بجيب كريتيف أكيد. لكن يا جماعة أنا ما أجيب كريتيف يعني، يا جماعة أنا عارف أنتو شم نفسي كده. يا جماعة هلا والله بالغابة، هلا والله كلهم مجمعين على ده الغابات. يا جماعة بعرف نفسي يا جماعة اني صغرت على الكاميرا. يا جماعة مبني كانت فكرة سيئة او جيدة ايش يا جماعة مو تعرفين. والله كم انقلي برا الجباب، وطنا مصنع ما جبنا، نجوا جيبوهم شوفوهم على الدار او شيء صغير. يا جماعة كانت انك تتسوي على نفسك ده. والله شاشك شاشتنا، والله ما ادري شو دقيقة شو تم على ده عقدته اللي تشربه في نفسه. ضوء ما شفت انا.
والله ضوء مو كويسة. دقيقة دقيقة. الله انا ما ادري اني اشوف. تسريع تسريع. مسكنا المنديل يا اخي. دون منديل. يا اخي ليش ما جبناه؟ ليش ما جبناه؟ جبناه المشروم وما ادري من المغامرة. وقت المغامرة هكذا سنسافر من بعض المكان ما زيك وما فين يحيو وقت المغامرة. يا جماعة لا أعترف دقيقة. لا لا والله أمزح يا ماما. أنا أعترف نفسي كيف تمشي جزيرة في الأعماق. هو فتحت أعماقية ولا بحر سفينة. وما كانت هنا أويش. أيوة قرية. لقينا نمشي. دقيقة يا جماعة أنا نمشي في حقتنا. والله هذا تيس يا جماعة. ايش الوصخ ده؟ والله ما جبنا النمان ولا شيء يعني. يا جماعة كلهم قرنيين الا هذا. يسكن في بيتهم. دقيقة وين حقتهم؟ والله ما اسكن بيته. ايوه عشان لازم الاقي ساحل ولا ما في مكان. يا جماعة باقي شوية اكيد. لا والله الله تبقي منها. ماشي من هذا او شيء يعني. ايه وش في جزيرة ثانية ولا لا؟ اخ انني اسكن في بيتنا يا اخ. اسكن في بيته ولا احنا. يا اخي لا ما كويسة. ما ادري متنا. ايوه وصل. شوف على مرة مررت على جزيرة سبونج بوب. والله كنت عارف انه ايش انه فيه جزيرة وما أدري جزيرتنا. يا أخي والله استكشف البيت. يا أخي جزيرة خايسة. يا أخي جزيرة. والله بمشي جزيرة ثانية. هنمشي امشي.
ننطلق عشان نشوف على ايش. وصل وصل حقتنا. طيب نكتشف على الساحر ايش يسوي. هلا والله خنزير كويسة او جميلة. والله وصول، هذا الوصول. الله الله، هذا يكون بيت ولا لا؟ يا جماعة والله نبني البيت عشان نبني القرويين. ايوه بيت شجر، واكيد نشوف نسوي بيت شجر. والله والله بيت شجر ما يكون خايس وما يكون حلو، عشان نسوي ما بنفسه ده او نفس الحاجة اسويها. هذا الشجر عشان لازم تسوي كده او يعني لا. ما اسكن ما بسكن. ايوه هذا السكن للجبل، هذا السكون، سكون نفسه فوق. نكمل ده، لازم عشان نبني البيت. دقيقة يا اخو. والله يا شباب انا شغال من القماء الزبالة ده. فيه بيتنا، حقت بيتنا نسكن فينا. ايوه هذا هو انا نسكن. ولا ابني البيت، لا والله. والله يا جماعة عشب وصخ يا اخ. تعيد على ده يا اخ، الله ياخذك شكلك. سوي. اوه يا بقرة ابتعد وخر. يلا يعني كده حلو يا جماعة ولا ايش يسوي؟ لا والله مو كويسة. نسوي شباب المربع يعني، يا اخي سوي كسر باقي كده بس بالمربع. الله شوف كيف حلو. شوف الله ما شاء الله. الله ياخذك الدل كبير يا خيش الايلان وصل. يا الله ياخذك الخروف. تعال وقف، والله ما جبنا على الدار كأنه على الزومبي ياكلهم من اللحم، لحم كلب، لانه انه كريبر ما جادنا على الوحش وحوش او سكيل. طيب ماذا ده؟ واحد هي ما قلتها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أيوة ستة يا جماعة. نبني من دقيقة عادية، نبني كده
ماشي. اخ والله متعب ده الموبايل. ما ببني كانت حلوة. ايوه الضوء واحد ببني الضوء. جيجا اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب عادية ببني كده. والله أقصى من كده. يا ليل والله متعب انا يا اخي. والله يا شباب انتظر من الساعة 4 hours later. طيب يا شباب صلحناها الى شو اسمه البيت يا جماعة حقته البيت الجميل. مراجعتنا والله كانت اكيد حلو او جميل يعني. لكن يا شباب خلنا نسوي شباك لكن ما عشان ما كويس يا جماعة. انا اكيد يسوي ده. يقول لي ما جيتنا من نفسه حقته ده. انه مستعدة. الله الله والله يا جماعة هذا نسوي نافذة او كي يا جماعة هذا مو كويسة. هذا اكيد انه كويسة. دقيقة نسوي ايوة. وش بقى تسوي يلا الله. اصلا كانت ما ادري يا شباب انه كانت اكيد حلو. سجادة ماذا سجادتنا السجادة. ايه قفلت جوا قفلت كاميرا. الله والله امزح يا جماعة اني قفلت ده. والله يا جماعة اني نسيته يا جماعة. اني نجيب هذا الضوئي اني نجيب لا قوي. قلت عن نفسي قلت اجيب حاجات نفسي. الو ايوه هذا برتغالي نفسه ده صغرت. الله طيب يا جماعة نسوي نفسي. هي قلت ليش قلت يا اخي ايش ده ايش ده. والله يا جماعة ما ادري كنت كم. الله كأني الله. ما تقول قلتكم انكم تستهبلون. الله
الله انكم تمزحون على سيدي تسوي على حقته الالباس او شي يعني. والله والله ما ادري شو قاعد يسوي ده، والله بيت ما كويسة. انه بيت كويسة اكيد. نجيب الشمعة عشان نضوي كل حاجة عشان بتكون بيبقى حلو. واحد شوف حلو، شوف شوف حلو كيف. طيب يا جماعة نسوي باب عشان بتكون أفضل بيت في العالم. والله جانا هنا ما قفلت الباب. نجيب الزر، قلت هذا الزر بتاع الباب اللي كنتوا عارفون بتاع الباب. ايه يا جماعة انا عارف نفسي، قلت لكم انا عارف. يلا دقيقة جو شبابا دقيقة، كان ما ادري كانوا كانوا شو السالفة، لاني ما ادري كانت فكرة سيئة او حلوة. طيب نجيبه من ده سرير، عرفتوا هي ليش انت كسرتك يا اخي. دخل هنا شوف نجينا سرير تكون افضل. لا 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 سويت. لا ايش قاعد تسوي؟ والله مشيت بالغلط، صرت نفسي. الله ياخذك الدلبري، الله ياخذك. انزل رجعنا من هنا. ايش والله هذا غبي. طيب يا جماعة خلونا ننزل من هنا عشان نكتشف المكتبة عشان نعرف الحل ايش. طيب يا جماعة فينا دخول هنا او كيف؟ الله الحمد لله يا اخي ايش الوسخ ده يا اخي. والله يا جماعة ده الجليتش وسخ ده. الله ياخذكم الله ياخذكم. ايوه من جدكم كده مو افضل.
ايوه قطع قطع دخول المكتبه. تمام احفرها معاك. جو درج نجيبه هنا. وش ده؟ كيف يسوي؟ ما بعرف. يلا طيب يا جماعة هنحفر نشب بسرعة. لا يا ليش كسلت انت؟ اخ والله متعب انا يا جماعة. انا عارف كده نسوي حاجة. يا جماعة بتعب متعب من التعب ده. اللهم فين ده؟ اخ الله ياخذك الهيلان الوضع. الله يقلع شكلك. الله ياخذك الهيلان. ايش فيه كم مصبع؟ الله كسرت جبت العيد يا شباب. اخ الكلمات ما جبت ما قلت تفضل كلهم اللي بتسوي عادي يا اشرف. يا اخي متعب.
je vois. Mon top. Tu vois, c'est drôle. Non. Je n'ai jamais l'asim. لازم الناس يسوي حاجات تانية. هذا انهم كده طيب يا جماعة الله ياخذك خلاص. والله ما قلت لكم انه الان شو يسوي. طيب يا جماعة هذا اسمه مجال جديد. مجال المكاتب. وين هذا؟ اللي قلته قول يا جماعة اكتبوا تحت الطريقات كيف يسوي اللي بتكون يحطوه هنا. ايوة وكانت مكانه. وانه مكان مكتبة. وش يسوي ده؟ نجيبو جيمي اللي قلت لكم عرفتو شيش. لا نجيبو نسوي حديد. وده اذا خديتي رغد؟ لا كل ما عندك شغاله ازاي؟ كل ما عندك شغاله غلط ولا شغاله؟ لا شغاله مرات الصوره شو بدي شنو طيب؟ جماعه الله جماعه انه وصله ما كان ايش يسوي؟ يا ربي خلاص 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 يا رب وش شو محترق ده يا رب ما يحترق يا رب يا رب يا رب ما يحترق البيت. وكده والله يا جماعة ما أدري والله كانت سهولة من الأمور ده. يا رب
وش يا خلاص 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 كم مرة كم مرة تكون النهاية ما يفتح دقيقة مطر الزانة يا رب يا رب انه ما يفتح تلقى البيت هذا يمكن يسوي حاجات ما بعرف يا رب يا رب والله يا جماعة كانت فكرة سيئة اي كان يحترق البيت يا رب يا رب يا رب يا رب ما يحترق البيت يا رب لا احترق لا احترق احترق يلا نجيب موية نجيب موية لا بسرعة بسرعة الحمد لله كلكم احترقوا يلا بسرعة بسرعة الله لا 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 احترقت الله أكبر الله كذابين يا جماعة احترقنا خلاص لكن بس يا جماعة هنا وصلنا لنهاية المقطع فأتمنى عجبتكم مقطع عجبتكم على السلسلة لا تسووا لايك سبسكرايب مع السلامة شباب خير وكم معكم محمد أو جيم بول مع السلامة أنا أجيبكم مقطع إن شاء الله في المقطع الجاية مع السلامة أنزلكم والله والله احترقت do 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 do